وانتهت نتيجة لصالح منتخب العراقي على حساب المنتخب الأردني. وهنا مازن فياض يحاول ينطلق بسرعة، مازن داخل منطقة الجزاء للمنتخب السوري اللي بدأ أيضا يتراجع من خلال هذه الدقائق أمام محاولات منتخب الأوروبي لوجود حالة تسلل. وتسديد على يمين حارس مرمى المنتخب السوري احمد كرعان. منتخبنا الاوروبي الان يتقدم على المنتخب السوري بهدف مقابل لا شيء عن طريق ايمن حسين. ايمن حسين تسديده قويه من ايمن حسين وعلى يمين حارس المرمى لمنتخب سوريا احمد كرعان. لاحظ هذه الاعاده، لاحظ هذه التمريره داخل منطقه الجزاء، وايمن حسين يضعها باحترافيه على يمين حارس مرمى منتخب سوريا ليسجل منتخبنا الاولمبي اول اهداف المباراه في مرمى المنتخب السوري. 1-0. تمريره كانت رائعه من اوميجا الى جهه اليمين. ممكن ثاني منتخبنا على كره جميله داخل منطقه الجزاء، وركله جزاء لمنتخبنا الاولمبي العراقي. ركله جزاء يحتسبها حكم المباراه الدولي واثق محمد علاء بحركه لعب جميل. والكل يتذكر ركله الجزاء اللي سجلها في مرمى كوريا الجنوبية اللي أهلتنا إلى مباراة نصف النهائي. فرحان شكور ركلات جزاء الترجيحية على مستوى شباب العالم. محاولة فرحان وهدف ثاني، هدف ثاني ثاني لمنتخبنا الأولمبي العراقي. فرحان فرحان شكور يضاعف النتيجة لمنتخبنا الأولمبي في مرمى المنتخب السوري من ركلة جزاء، من ركلة جزاء البديل فرحان شكور يضعها ايضا على يمين احمد كنعان حارس مرمى المنتخب السوري امام فرحة الجماهير العراقية، امام فرحة الجماهير العراقية. ويا رب دوم الفرحة على الجماهير العراقية وللشعب العراقي. فرحان شكور فرحان 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 بتسجيل الهدف الثاني. فرحان شكور لاعب منتخبنا الاولمبي العراقي ويذهب مباشرة لعبد الغني شهد اللي درب مع نفط الوسط والان يستدعي للمنتخب الاولمبي العراقي. فرحان شكور فرحان شكور يذكرنا بتسجيله ركله الجزاء الاخيره في مرمى المنتخب الكوري الجنوبي. ويومها انتقل بالصوت والصوره للزميل العزيز هشام عبد الستار وضيفي الكريمين في الاستوديو التحليلي النجم نعيم صدام والنجم حيدر محمود. لك الكلمه والمزيد من التحليل زميلي هشام.